اسمع للي بتحكي علينا وبتزود علينا الرد السريع بس من عنا الرد رح يكون قاسي 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 فجر خلصنا بياض وشقر اعملنا فيها اعصار هسا بدي اتفضى للي بعيني هم صغار اسمع 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 عكتاف راضوا الطلعة بصمة فشرت عينيهم انا سمون القلعة وعالي جدا عليهم كلامك نضيف بالرد انا حريف ما بدي اغلط عليك انبهت لك بلسان نضيف خد هاي خد هاي شايف وضعك توتر كلامك قاعد بكبر كلماتك صايب هالمرض تعال اتعلم من جعفر خلقت إلنا الترندات إحنا يملوك الساحات داعس أنا وما أهتم وما بتهمني التعليقات اسمع هاي عني ما عندك علم لا تأخذ بحالك فيلم روح خذ لغفوة بجوز تقدر لي بالحلم